البصل. الحين ببدأ أنزل الصوصات، بوطي النار، أحط معلقتين مايونيز، كاتشب، أحط شوي بصل بيري بيري، أحط شوي هون عدل. الحين بنزل البرجر ونخلط البطاط، آخر شيء بحط معشوقة طحينية أشوقه شوي. الحين نشوف كثافة الصوص، إذا راح نحتاج نزيد صوص، إذا احتاجت صوص بحط شوي كريمة طبق. حشوة البرجر جاهزة، لازم يكون خوافي فيها صوص زيادة. أجهز السندوتشات، أول شيء سندوتشات البرجر، حط أول شيء خس. دي حشيت هاي صمون البطاط، بس شيء حطوا خس، ناخذ من كل شيء، من المخلل، من البطاط، من البرجر.